عندك هي العصارات الكبيرة هذه عندك. أنا لقيتك أوقع. ها إيه إيه يلا شفت البركة يا أبو أحمد. أيوة طيب المسميات هذه من اللي سماها؟ من اللي قال هذا اسمه تكوين ضرومة تكوين منجور؟ لما جو بدأت الدراسات الجيولوجية بشكل واضح أول من سمى طبقة في جزيرة العرب هو مستشرق بريطاني اسمه تشارلز داوتي في عام 1887 جاء إلى جزيرة العرب ودرس في درس الصخور شمال غرب المملكة ووصل إلى العلا ووصل إلى القصيم ووصل إلى درس الصخور أول طبقة سماها طبقة البتراء حجر رمل البتراء. طيب لكن بعدين في عام 1933 ميلادي لما منح امتياز إلى شركة سوكال ستاندرد أويل في كاليفورنيا شركة بترول أمريكية وجو الجيولوجيين وبدأوا يدرسون طبقات بدأوا بصخور قاعدة وعطوا اللي بعدها ساق قالوا هذا أول طبقة أحسن ما تنكشف في جبل ساق سموها ساق واستمروا الجيولوجيين في القصيم ولا؟ اي في القصيم وهم اشتغلوا في الشرقية لا لا الجيولوجيين لما جو اشتغلوا في كل المملكة اي نعم بدأوا من الأقدم إلى الأحدث أحسن. طيب سموها الطبقات هذه كل ما اكتشفوا طبقة تختلف أعطوها اسم كل ما إلى أن تكون عندنا العمود الجيولوجي اي نعم أحسنت اللي هو العمود الجيولوجي اللي هو في كل تذاب الطبقات هذا هو العمود الجيولوجي يسمى عمود الجيولوجي هذا العمود الجيولوجي يسمى عمود الجيولوجي ما هو العمود الجيولوجي هذه أقدم صخور أقدم صخور في جزيرة العرب تسمى الدرع العربي اي نعم فوقها ترسب الطبقات صخور مختلفة منها ما ترسب في بيئات قارية منها ما ترسب في بيئات بحرية تقدم بحر تقهقر بحر منها متبخرات منها أحجار جير أحجار قارية أحجار جير قارية أحجار جير تتابع طبقي سميك جميل جدا كل طبقة إذا تلاحظ لها اسم تبدأ من الشق في حول تبوك عرفت إلى الشقري إلى العلا إلى ساق إلى القصيم إلى 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 آخر شيء في العصر الحديث العصر الحديث كم؟ العصر الحديث اللي هو الصخور الموجودة الآن في سواء في الصمان ولا غيرها كم أول أقدم عمر وكم أقدم عمر يسمى الكامبري حوالي 442 مليون سنة إلى الوقت الحاضر وهذا كم قاعد يترسب الآن الآن قاعد يترسب تتكون حديدة يعني القارية اللي هو الكثبان الرملية والسباخ والأودية واللي قاعد ترسب الآن الجميل في الموضوع أنه إذا تلاحظ التنوع هذا بين صخور جيرية وصخور بحرية وصخور رملية وصخور طينية ومتبخرة لها كونت لنا جميع عناصر تكون النفط ما هي عناصر تكون النفط؟ عناصر تكون النفط هي الآتي تحتاج إلى صخور تسمى صخور المصدر اي نعم اي نعم صخور المصدر وش هي؟ هي صخور هي صخور غنية بالمواد العضوية إيه؟ عرفت؟ نتيجة للضغط والحرارة وما إلى ذلك يطلع منها النفط وين يروح؟ إلى الطبقات ذات المسامية والنفاذية العالية إيه تطلع يتجمع فيها اللي هي تسمى مكامن أو خزانات للنفط إيه طيب العضوية طيب قبل ما نطلع حيوانات؟ أحياء دقيقة وأحياء بحرية دقيقة تكونت عبر ملايين السنين بكميات هائلة عرفت؟ وبالتالي تجمع في المخازن أو المكامن وتجمع في الطيات المحدبة في الطيات المحدبة تحتها ماء يدفعها إلى فوق وهي النفط والغاز وبالتالي تتكون الحقول أو تجمعات النفط التي تحفر وإذا استخرج النفط منها سميت حقول طبعا أنواع الحقول تختلف من حقل إلى آخر إنما نرجع على موضوعنا وهو إيه ندخل في النفط إيه هذه الطبقات تختلف ومن خلال قراءة العمود الجيولوجي نعرف إن الفترة هذه كانت عبارة عن فترات قارية طيب ليش ليش لأن أحجار رمل هذه بحرية هذه طويق إحنا الآن في هذا طويق وهذا ظلمة إذا تلاحظ ظلمة تتكون من
طبقات مختلفة، أحجار جير، طفل، أحجار رمل، جير، أطويق، كل حجر جير. هذا جير الأزرق. الأزرق جير، أي نعم. وشوف الأطويق وظلمه في العصر الجوراسي. في العصر الجوراسي، مية حول ظلمه عمرها حول 170 مليون سنة، ما أكثر من عمرها، بس المعروف أنها حول 170 طيب مليون سنة. طيب أن الحين عرفنا العمر وعرفنا الاسم والمتكون. إيه. باقي العمق. ها العمق الآن أن تمشي على طويق. إيه. كم ارتفاعه؟ اسمح لي. أنت تمشي على طويق ولا لا؟ إيه. إذا اتجهت غربا ما تلقى طويق. إيه نعم. شيء طبيعي. إيه. إذا اتجهت شرقا الطبقات مائلة. إيه نعم. فوق طبقات. لازم تحفر عشان تصله. إيه نعم. أها. الرياض على متكون العرب. يعني الرياض على متكون العرب، كلامك متمة. الرياض على متكون العرب. إيه. العرب تحفر له في المنطقة الشرقية وهو اللي فيه نفط، حتى طويق فيه نفط، لكن في المنطقة الشرقية طبقات مائلة مطوات على هيئة طيات أو على هيئة قباب محدبة، طيات محدبة فيها مكامن النفط كلها. إذا تلاحظ مرة ثانية نرجع للعمود هذا، إذا تلاحظ شوف هناك طبقات مولدة للنفط وطبقات خازنة للنفط، طبقات خازنة للنفط والغاز، طبقات خازنة للغاز. شوف ما شاء الله، نعم الله سبحانه وتعالى علينا السعودية دي. في السعودية كل هذه طبقات مبروكة فيها النفط والغاز، وإذا ما طلعت نفط غاز هي تولد نفط غاز أو كانت تكون نفط طيب وغاز. السؤال الآن أفهم من كذا أن حنيفة أعلى من طويق. إيش تقصد أعلى؟ ارتفاع. إذا اتجهت على سطح البحر. إذا لا لا ما لا ما ما له علاقة سطح البحر. إيه نعم. الآن طويق ما في ذاك شك إنه فوق سطح البحر. إيه؟ أي شيء تشوفه الآن، إيه؟ أي شيء تشوفه الآن هو فوق سطح البحر. إيه. إلا في صبغة الحمر. صبغة الحمر اللي هي في حدود الإمارات. إي نعم. هذه تنزل عن مستوى سطح البحر 24 متر. ولا لكان غطاها. يعني أقصد أن التكون هذا المتكون حنيفة فوق طويق. وطويق فوق ذرما، هل نفهم من لا لا تتابع زمني؟ اي نعم. ذرما فوقها طويق، شايف ذرما اللي تحتنا ذي؟ ايه. فوقها طويق. ايه. فوقها حنيفه. اي نعم. فوقها جبيله. اي نعم. فوقها العرب، فوقها دحلهيت. اي نعم. فوقها السلي، فوق وهكذا جايه كذا. لا اي مو بشرط. اسمح لي اسمح لي، الان انت في طويق. اي نعم. انت هنا إذا اتجهت شرق يجيك حنيفة. اي نعم. إذا اتجهت شرق يجيك الجبيلة. ولو بشرط الارتفاع. لا لا ما له علاقة بالارتفاع. الله يبين. لأن مثل ما قلت لك الطبقات هذه كلها تشوفها الآن تمشي عليها من القويعية. اي نعم. من القويعية إلى شرق كلها تميل باتجاه الشرق وتحفر لها عشان توصلها. اي نعم. ما أدري وضحت الفكرة؟ واضح واضح واضح.